على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا عجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا، إنا توجهنا واستشفعنا توسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا توسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي
الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا استشفعنا أيها الباطر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا
يا وصي الحق
الحسن والخلف الحجة، أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديك يا سادتي وموالي، إني توجهت بكم أئمتي وعهدتي ليوم فطري وحاجتي إلى الله، وتوسلت بكم إلى الله، واستشفعت بكم إلى الله، فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله، فإنكم وسيلتي إلى الله، وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله، فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين، آمين رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.